طيب لو اتكلمنا يا ولاد على شابتر 9 اهو، سنتر اوف جرافيتي. طب يعني ايه يا دكتور سنتر اوف جرافيتي؟ السنتر اوف جرافيتي دي يا ولاد نقطه او بوينت، دايما بنديها الرمز جي، كابيتال جي. طب والديفينيشن بتاعها ايه؟ بيقول لي الديفينيشن بتاع السنتر اوف جرافيتي انها البوينت اوف ابلكيشن اوف ذا ويت اوف ذا بودي، ذا بوينت اوف ابلكيشن اوف ذا ويت. يعني لو انت عندك سيرتن بودي، النقطه اللي بيأثر فيها الويت اوف ذا بودي دي بنطلق عليها السنتر اوف جرافيتي. طب بيقابلها نقطه تانية يا اولاد اسمها سنتر اوف ماس، دي كنا بنقول عليها البوينت اوف ابلكيشن اوف ذا ماس اوف ذا بودي. هتردوا عليا تقولوا لي يا دكتور هو في فرق بين الاثنين؟ اه المفروض ان في فرق ما بين السنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف ماس، لكن طول ما انت هتتعامل مع ان الجرافيتي اكسلريشن جي كونستانت، يعني لو احنا اعتبرنا يا اولاد ان الجرافيتي اكسلريشن ما بتتغيرش خلاص، يبقى دايما هنتعامل مع السنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف ماس على انهم ذا سيم بوينت. فلما اجي في سؤال اقول لك لوكيت، يعني حدد مكان لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي، او حتى غيرت السؤال قلت لك لوكيت ذا سنتر اوف ماس، مش فارقه يا دكتور خلاص، احنا بنشتغل على اساس ان الجرافيتي اكسلريشن كونستانت، وبناء عليه السنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف ماس هما الاثنين حاجه واحده. حد فيكم يرد عليا يقول لي يا دكتور حسين طيب ما هو لو اعتبرنا الجرافيتي اكسلريشن متغيره اتس اوكي، انا موافق، قول لي هتتغير ازاي بانهي شكل، وفي الحاله دي وفي الحاله دي هعتبر ان السنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف ماس نقطتين مختلفتين، تو ديفرنت بوينتس. لكن طول ما الجي كونستانت اللي هي الجرافيتي اكسلريشن خلاص، يبقى السنتر اوف جرافيتي والسنتر اوف ماس هما الاثنين لوكيتد ات ذا سيم بوزيشن. طيب في المقابل يا اولاد بنعرف حاجه اسمها ذا سنترويد، ذا سنترويد سي، دي نقطة مختلفة عن الجي يا دكتور. اه معناها ايه السنترويد؟ السنترويد يا اولاد از ذا جيومتريكال سنتر اوف ذا بودي. لا مش فاهمين يعني ايه. يعني مثلا يا اولاد لو انت بتتعامل مثلا مع سيركل او سيركل دايره، فين يا ابني السنترويد بتاعها؟ في السنتر. طب لو بتعامل مع ريكتانجل، فين يا دكتور السنترويد بتاعه؟ الانترسكشن اوف ذا تو دايجونالز. طب لو بتعامل يا دكتور مع تراينجل، فين السنترويد بتاعه؟ قال لي الانترسكشن اوف ذا ثري ميديانز، اللي هي نقطه تلاقي المتوسطات. يعني ايه السنترويد بقى؟ مركز هندسي. طبعا كلكم دلوقتي اكيد مش هقول كلكم صوت واحد يعني، بس معظمكم بيقول طب خلاص يا دكتور، طب ما هو السنتر اوف جرافيتي اللي انت قلته فوق ما هو السنترويد. اقول لك لا يا حبيبي مش شرط. تخيلوا اولاد السنتر اوف جرافيتي فوق اللي هو نقطه تاثير الويت، عشان تنطبق هنا على السنترويد تبقى موجوده في نفس المكان لاي جسم في الدنيا، لازم شرط يتحقق. ايه هو يا اولاد؟ جي عشان تنطبق على السي، لازم يبقى الجسم بتاعك هوموجينيس. يعني ايه؟ يعني الدنست بتاعته او الرو تبقى كونستانت. طب ممكن يا دكتور تقربها اكتر؟ اه طبعا. يعني يبقى الجسم كله يا اولاد ميد اوف ذا سيم ماتيريال، مصنوع من نفس الماده. يعني مثلا على سبيل المثال اديكوا اكزامبل بسيط جدا دايما بقوله، تخيلوا يا اولاد ان انت جبت سيركولار ديسك، حته قرص دائري كده، تمام اهو قرص دائري، وقلت لك ايه؟ قلت لك يا عم اعتبر الجزء اللي فوق ده يا اولاد، اعتبر الجزء اللي فوق ده از ميد اوف ا ماتيريال اوف دينستي رو 1. طب والجزء اللي تحت يا دكتور؟ از ميد اوف ا ماتيريال is made of another material of density rho 2. وايه رايكم يا اولاد؟ انا هقول لك كمان ان الرو 1 greater than الرو 2. يعني قصدك تقول يا دكتور مش فاهمين؟ يعني قصدي اقول لك ان النص اللي فوق اتقل من النص اللي تحت. طيب ايه رايكم يا حضرات لو جيت قلت لك locate the centroid of the body of the disk. السنترويد يا دكتور هو برافو عليك جدع يا ابني. السنترويد يا دكتور ملوش دعوه بالدينستي، ده مركز هندسي. هو شايف ايه قدامه؟ شايف سيركولار ديسك. طب مين اتقل مين اخف، السنترويد يا اولاد او السي؟ لا يعني الكلام ده،
امال بقى مين اللي معني بمين اتقل ومين اخف، السنتر اوف جرافيتي او السنتر اوف ماس؟ هتلاقي اولاد السنتر اوف جرافيتي جي لا يترحل لفوق شويه، مسافه قد ايه ما اعرفش، يعني هنتعلم نحسبها، بس اللي انا متاكد منه ان الجي هنا هنا هتبقى فوق ناحيه الجزء الاتقل من الجسم. يعني قصدك تقول يا دكتور ان الجي هنا does not coincide with السي، لن تنطبق على السي. طيب في حاله تانية بقى دكتور اهو، يعني طبعا هي مش محتاجه كلام بس تعالوا نقولها، ما في مش عيب يعني. افرض ان نفس السيركولار ديسك هو وجيت قلت لك ايه ان هو is made of the same material، خلاص شكرا كله من نفس الماده. طب فين يا دكتور السنترويد؟ في مكانه ما تغيرش، السنترويد كده كده في النص اهو. طب وفين الجي؟ هتنطبق عليه بقى خلاص، يبقى هنا الجي تنطبق على السي. ليه؟ لان الرو كونستانت. تمام يا اولاد؟ تمام. طيب سؤال بقى دلوقتي يا اولاد، هاو وي كان لوكيت جي اوف اني بودي؟ طيب تعالوا يا اولاد نقول ان الجي ديت الجي السنتر اوف جرافيتي. واحد اقول لها يا دكتور حسين طب والسنترويد؟ اقول لك اصبر على رزقك، ما اكيد زي ما في طريقه تلوكيت بيها السنتر اوف جرافيتي اكيد هيبقى في طريقه تلوكيت بيها السنترويد. وطبعا اللي قاعد شاطر يا اولاد ومركز، اللي قاعد شاطر ومركز في الكلام هيقول لي على فكره يا دكتور خد بالك انت لو انت بتلوكيت الجي والبادي بتاعك اوف ذا سيم دينستي يعني الرو كونستانت، حضرتك يبقى انت بتلوكيت الاثنين في نفس الوقت، هما الاثنين واحد، السنتر اوف جرافيتي والسنترويد يا دكتور هيبقوا في نفس النقطه طالما الرو كونستانت. طيب المهم يعني لو فرضنا يا اولاد ان الجي نقطه في السبيس احداثياتها سميها اكس بار، تتنطق كده يا اولاد اكس بار واي بار وزد بار. طب ولو الجسم ده في ال2 دي؟ خلاص يا عم يبقى شيل ساعتها الزد بار مش موجود. طيب ماثيماتيكال يا اولاد في طريقتين اقدر الوكيت بيهم السنتر اوف جرافيتي. طريقه اسمها السميشن ميثود، السميشن ميثود، وطريقه ثانيه اللي هي الانتجريشن ميثود. طيب ايه الفرق يا دكتور ما بين الاثنين؟ بمنتهى البساطه يا ابني السميشن ميثود معناها ايه؟ لو انت قدرت تقسم الجسم اللي انا مديهولك لمجموعه اجزاء انت عارفها وعارف كل معلوماتها، وطبعا كلمه عارفها وعارف كل معلوماتها دي هشرحها لكم اثناء المحاضره، بس خلينا نتفق بس ان انت عارفهم. يعني مثلا جبت لك شكل كده يا اولاد اهو عباره عن ايه؟ ريكتانجل، وقمت اضفت عليه نص دايره، واضفت عليه هنا مثلا تراينجل، وقمت قايل لك ايه؟ ده الاكس اكسس يا معلم وده الواي اكسس مثلا، وادي الاوريجن. قلت لك لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي اوف ذا اريا شون ان ذا فيجر، اوف ذا اريا شون ان ذا فيجر. انا المفروض يا اولاد المفروض يعني ان انت هتبقى عارف الاشكال دي. خلاص فانت هتقول لي يا دكتور انا هقسم الشكل اللي قدامي لمجموعه مكونه من ثلاث اجزاء. في الحاله دي يا اولاد الاكس بار هتساوي ايه؟ الاكس بتاعت الاولاني انت هتديهم ارقام بقى، ده واحد وده اثنين يا دكتور وده كده ثلاثة، فهتقول ايه؟ اكس 1 في الماس بتاعته بلس اكس 2 في الماس بتاع 2 بلس اكس 3 في الماس بتاع 3، كل ده ديفايد باي الام 1 بلس الام 2 بلس الام 3. طب يعني ايه يا دكتور حسين اكس 1؟ يعني يا اولاد انت كل واحد فيهم في الثلاثه هيبقى ليه سنتر اوف جرافيتي، ليه مركز ثقل، هتجيب الاحداثيات بتاعت مركز ثقل او الجي بتاعت كل واحد في الثلاثه زي ما هعلمك كمان شويه. فيبقى الاكس 1 دي الاكس بتاعت التراينجل، الاكس 2 بتاعت الريكتانجل، الاكس 3 اللي هي بتاعت السيمي سيركل وهكذا. طب والواي بار يا دكتور؟ بنفس المنطق يا اولاد اهو، الواي بار هتبقى واي للاولاني في ام 1 بلس واي 2 في ام 2 بلس واي 3 في ام 3 على ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3. دكتور حسين طب ثواني، افرض المساله كانت التقسيم فيها الفور اليمنتس، خلاص يا معلم يبقى كمل هنا وكمل هنا. طب افرض كانوا فايف اليمنتس، كمل تاني فوق وتحت. طب افرض يا دكتور حسين ان كان في مساله التقسيم الاليمنتس
انه مش كلهم متضافين لبعض، لا ده كان في إليمنت متشال انا اعمل له ريموفينج. خلاص يا حبيبي هتزوده بالنيجاتيف فوق وتحت، يعني هيبقى ادد بالنيجاتيف. خلاص طيب، ده في حاله ايه يا دكتور؟ ده في حاله لو انت الجسم اللي انت مطلوب تلوكيت السنتر اوف جرافيتي بتاعه عرفت تقسمه. طب يا دكتور لو ما عرفتش اقسمه يعني ايه؟ جبت لك مثلا انا اريا كده يا اولاد، اريا كده اهي متحدده مثلا بكيرف معادلته واي بتساوي اكس كيوب، حاجه كده يعني الاريا دي. فانت هتسال نفسك ايه ده؟ ايه يا دكتور الاريا دي؟ ايه ده؟ انا مش عارف اقسمها لمجموعه اشكال انا عارفها يعني. فيقول لك ساعتها اشتغل بالايه؟ بالانتجريشن اللي احنا اتفقنا. خلاص يا اولاد هنعفيكم منه الترم ده نظرا لضيق الوقت. يعني معنى كده يا دكتور احنا بس مطالبين بالفيرست ميثود اللي هي السبمشن. ايوه طيب، حضرتك النهارده ان شاء الله في المحاضره هتدينا يا اولاد كام نوع من الاجسام هندرسهم؟ التايبس اوف بوديز والبي ستاديز ثلاثه. اتفضل يا حبيبي. هو حضرتك يعني معنى كلام حضرتك انه الامتحان مش هيجي فيه الانتجريشن ميثود؟ صباح الفل عليه، ده ايه الحلاوه دي؟ عرفتها الواحد؟ ما انا بقول لك مش هديها لك. يعني انا يا ابني انت كنت موجود المحاضره اللي فاتت ولا لا؟ هو انا كنت موجود المحاضره اللي فاتت، فانا على كلام حضرتك المحاضره اللي فاتت قلت عايزينها محاضرتين ولا ثلاثه اللي باقيين يعني، فانا افتكرت ان حضرتك مثلا هتنزل لنا فيديو ليها وخلاص من غير ما نحضر محاضره كامله لا بس. لا 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 خلاص، لا 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 هو احنا هنقضيها فيديوهات يا ابني، يعني هيبقى العلاقه بيننا برضو فيديوهات انت ترضاها يعني؟ لا لا احنا مرضاش. اتفقنا. احنا اولاد ان شاء الله. لا خلاص، هي اوريدي هي فاضل لنا فعلا محاضرتين. محاضره النهارده هناخد اللي هي السنتر اوف جرافيتي سبميشن بس، لا مش هجيب لك انتجريشن. وحتى المحاضره اللي جايه يا اولاد هناخد تشابتر 10 اللي هو المومنت اوف انرشا، برضه هيبقى سبميشن بس. يعني هناخد ازاي نحسب المومنت اوف انرشا بطريقه السميشن ميثود، مش هناخد فيها انتجريشن بس. يبقى لا 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 هشرحها لك ولا هجيبها لك في امتحانات. يعني انت في تشابتر 9 وتشابتر 10 الاسئله اللي هجيبها لك في الامتحان هتبقى ما فيهاش انتجريشن. طيب التايبس اوف بوديز يا اولاد ويل بي ستاديد، يعني الاجسام اللي احنا هنتعامل معاها النهارده ان شاء الله ثلاثه، اللي هم ايه يا دكتور؟ الوايرز والارياز او المساحات، وفي نوع ثالث وهو السوليد بوديز يا اولاد، او احنا بنسميه الفوليومز او الحجوم. طب تمام تمام دكتور. طب لو انا بتعامل وبدور على السنترويد في الثلاثه، لو انت يا ابني بتدور على السنترويد، يبقى في الحاله الاولى دي يا اولاد الام از ريبليسد باي ال. طب وفي حاله الارياز الام هتبقى ريبليسد باي اي. وفي الحاله دي يا اولاد لو انت بتدور على سنترويد الام از ريبليسد باي في. طبعا انا متاكد في ناس قاعده هتقول ايه ده، هو الدكتور يقصد ايه؟ يعني يا حبيبي انا اديت لك القوانين فوق بتاعت الاكس بار كلها ان ترمز اوف ام، صح ولا لا؟ صح. طيب لو انا يا اولاد في اي مساله بطلب منك اقول لك لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي، ركزوا معايا يا اولاد في الكلام ده لان ده مهم والله، لو فهمتوه المحاضره كلها اتفهمت. طيب لو انا بقول لك لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي، طب لجسم نوعه ايه؟ نقول مثلا يا اولاد النوع الاولاني وايرز. خلاص اوكي، اشتغل يا دكتور بام ولا بال؟ هقول لك بص يا ابني على المساله، لو لقيت الدنسيتي فاريبل يعني الكثافه متغيره يبقى هتشتغل بام. طب لو لقيت يا دكتور الكثافه الدنسيتي كونستانت، ما هو الدنسيتي كونستانت يا ابني يبقى السنتر اوف جرافيتي والسنترويد هما الاثنين حاجه واحده. فطالما انت بتدور على السنترويد، السنترويد اهو يا اولاد اهو، يبقى في حاله الوايرز هتشيل الام وتعوض بال. يعني القوانين تتكتب ازاي؟ اكس 1 ال 1 بلس اكس 2 ال 2 بلس اكس 3 ال 3 ديفايدد باي ال 1 بلس ال 2 وهكذا. طب في حاله الارياز يا اولاد، اللي فهم كلامي في موضوع الوايرز معلش عشان خاطري يرد عليا في موضوع الارياز. لو انا جبت لك مساله مساحات يا اولاد، مستطيل ومثلث ودايره وربع دايره وات ايفر، يعني مساله مساحات هشتغل ايه ولا ام؟ والله يا دكتور حسين على حسب. لو الدنسيتي فاريبل يا اولاد، الدنسيتي فاريبل متغيره، وحضرتك طالب سنتر اوف جرافيتي
لا يبقى هشتغل ام يا دكتور ام. طب لو الدنسيتي كونستانت بالايه هشتغل ايه يا اولاد؟ بالايه؟ طب خدوا بقى خدوا استنوا 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 خدوا الحته اللي جايه دي لان في الغالب هضللكم هشوفكم هتضللوا ولا لا. طب افرضوا يا اولاد جبت لكم مساله مساحات، ركزوا في السؤال ها لان انا ببيعكم. افرض جبت لك مساله مساحات ارياس عاديه وجبت لك الدنسيتي فاريبل، ركزوا ها الدنسيتي فاريبل، بس انا في سؤالي في السؤال قلت لك لوكيت ذا سنترويد مش لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي. في الحاله دي تشتغل الله يفتح عليك يا حبيبي اشتغل بالايه يا دكتور؟ اشتغل ايه برضه بالاريا. برافو عليك يا دكتور يا دكتور. ده انت بتقول الدنسيتي فاريبل يا حبيبي. اه ما انا بقول لك الدنسيتي فاريبل فعلا، بس السؤال طالب سنترويد والسنترويد ملوش دعوه بالدنسيتي. لو انت يا دكتور مديني الدنسيتي فاريبل على راسي وطلبت لوكيت سنتر اوف جرافيتي، لا يا عم هشتغل بالام. طب الفوليومز يا اولاد اللي هي ايه؟ الاسطوانه، المقروط، الكوره، النص كوره اللي هي الحجوم. لو يا اولاد طالب منك تلوكيت السنتر اوف جرافيتي والدنسيتي كونستانت هتشتغل بفي بفي بالفوليوم في في. طب لو الدنسيتي فاريبل، لا يا دكتور هشتغل بالام. خلاص يا اولاد بس كده. طيب تعالوا نبدا الاول بايه بقى؟ نمبر 1 نمبر 1 الدكتور هيبدا بالوايرز. دايما يا اولاد في كل نوع اجسام هبدا بيه لازم بدي لك مجموعه اشكال تحفظها. لا حول ولا قوه الا بالله. حفظ برضه يا دكتور. ايوه يا حبيبي، ما هو انت عشان يبقى عندك الابيليتي او القدره ان انت تشتغل بالسميشن ميثود اللي انا قلت لك عليها، لازم يكون عندك مجموعه اشكال انت حافظ معلوماتها. يعني في الوايرز يا اولاد، في الوايرز هدي لك مجموعه اشكال تكون حافظ مكان السنترويد والطول واللينث. طب يا دكتور الوايرز مش كتير، هم شكلين بس اللي هم ايه؟ سيمي سيركل، اهي السيمي سيركل واير اهو. لو انا عندي واير يا اولاد على شكل سيمي سيركل واير واير ها، مش بليت. والراديوس بتاعه ار. السنترويد بيبقى فين؟ بيبقى على بعد يا اولاد من البيز، على بعد من البيز هنا 2 ار على باي. طب واللينث بتاعه يا دكتور؟ اللينث لازم تكون حافظه. هو الدايره كامله 2 باي ار، يبقى 2 باي ار على الاثنين يبقى باي ار. طيب اللي فتح المايك يا اولاد، اللي فتح المايك الله يبارك لكم يقفل المايك. المهم يا اولاد في السيمي سيركل دي تعالوا نلعب لعبه حلوه. مين شاطر يقول لي الاكس بار والواي بار بكام في الشكل اللي قدامكم ده؟ الاكس بار، الاكس والواي يبقوا كام؟ خدوا بالكم السؤال صايع ها، السؤال بايخ يعني. مين شاطر يقول لي الاكس بار والواي بار بكام؟ على حسب الاورجنت فين جدع يا لا ما تردش على السنترويد يا ابني. خلصت زميلك قال كلام صح يا دكتور. هو فين الاوريجن اصلا؟ هو انت اديتني اوريجن؟ انت اديتني اللوكيشن على راسي يا دكتور صح، لكن لما تيجي تسال اكس بار واي بار اسال زي ما زميلك قال. لا يا دكتور قول لي الاوريجن فين الاول صح كده اهو. يلا يا اولاد اهو، لو اخترت ده الاوريجن اهو، لو ده الاوريجن وده الاكس وده الواي كده عداك العيب يا دكتور. يبقى في الحاله دي عشان اوصل للسنترويد هيبقى الاكس بار في الحاله دي بالنسبه لده الاكس بار هتبقى بزيرو والواي بار عاديه خالص تقار على باي. طب يلا مين شاطر يقول لي طب لو بقى ده الاوريجن؟ يلا عايز حد يقول لي الاوريجن لو ده ده. يلا الاكس بار في الحاله دي تبقى بكام والواي بار بكام؟ والاشارات مهمه، البوزيتيف والنيجاتيف مهم. الاكس بار هتكون سالب ار جدع صح، نيجاتيف ار اهو هتحرك من هنا. الواي بار هتكون 2 ار على باي صح كده زي ما هي صح كده يا اولاد. الاكس بار هتبقى نيجاتيف ار، ما انا عشان اوصل النقطه دي هتحرك كده ار واطلع كده ايه 2 ار على باي، بس الاكس اتحركت ناحيه الشمال والواي طلعت لفوق يبقى الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف. فلما اجي اضحك عليك واقول لك يا ابني الاكس بار والواي بار قول لي لا يا دكتور فين الاوريجن بتاعك، اختار الاوريجن وبناء عليه هروح للسنترويد. طيب الشكل الثاني يا اولاد اللي انت هتبقى حافظه الربع دايره اهو. لو عندي واير على شكل كوارتر سيركل
والراديوس بتاعها ار. السنترويد يا اولاد بيبقى على بعد من الكورنر ده 2 ايكوال ديستانسز، يعني دي 2 ار على باي ودي زيها برضو 2 ار على باي. طب ده في حاله ايه يا دكتور؟ في حاله السلك الربع دايره يا اولاد، الواير الربع دايره. طب يا دكتور عداك العيب. طب والال اللينث هيبقى باي ار على 2. طب الاكس بار والواي بار بكام؟ والله يا دكتور حسين على حسب فين الاوريجين بتاعك. يلا عايز حد شاطر يقول لي، هختار لكم اوريجين رخم يا اولاد. ها لو ده الاوريجين، لو ده الاكس وده الواي وده الاوريجين، عايز حد شاطر يقول لي عشان اوصل للسنترويد ده، ده اللي على بعد 2 ار على باي و2 ار على باي، يا ترى في الحاله دي الاكس بار هتبقى بكام والواي بار بكام؟ ركزوا في الاشارات وفي في الارقام. نيجاتيف ار ماين نيجاتيف ار بلس، يعني او نيجاتيف بره وهتبقى قوس ار ماينس 2 ار على باي. جدع، الاكس هتبقى ار نيجاتيف بره فعلا صح، وبعدين جوه ار ماينس 2 ار على باي. جدع يا ابني. طب والواي بار سهله اهو، انا اتحركت كده وطلعت كده 2 ار على باي بس. برافو عليكم يا اولاد. طيب اي ستريت واير عادي يا دكتور، اي ستريت واير طوله ال مثلا اهو، لو جالك يعني اي ستريت واير السنترويد بتاعه في النص يا دكتور، السنترويد اهو، السنترويد بيبقى في النص، يعني لو الطول ده كله ال خلاص هيبقى ده ال على الاثنين وده ال على الاثنين، مش محتاجه كلام يعني. واحد يقول لي يا دكتور حسين طب افرض الدينست بتاعته متغيره. يا حبيبي ده انا بتكلم على سنترويد. ها سنترويد طبعا، لو الدينستي متغيره السنتر اوف جرافيتي هيروح ناحيه الجزء الاتقل. طب تمام، قالوا لو ناخد اكزامبل كده على الوايرز اهو. اول اكزامبل معانا اكزامبل جميل جدا يا اولاد، مديني واير، واير مكون من 3 وايرز اللي هم ايه يا دكتور؟ سيمي سيركولر واير، وبعدين في ستريت واير تاني اهو طوله 40، وفي ستريت واير تالت طوله 20. طب ايه المطلوب يا دكتور؟ بيقول لي لوكيت ذا سنترويد. طيب خلاص اوكي يا دكتور، طالما المساله دي سنترويد يبقى انا هشتغل بال مش بام، بال. وطالما المساله في السبيس فالسنترويد بتاعها هيبقى عباره عن اكس بار واي بار وزد بار، الثلاثه يا دكتور موجودين للاسف. طب الاكس بار هتتكتب ازاي يا ابني؟ لمجموعه مكونه من ثلاث اسلاك، هيبقى اكس 1 ال 1 بلس اكس 2 ال 2 بلس اكس 3 ال 3 ديفايدد ال 1 بلس ال 2 بلس ال 3. طب والواي بار نفس الكلام يا دكتور، بس انا طبعا مش هقعد اعيد القانون 100 مرتين، يعني الواي بار هتبقى واي 1 ال 1 وهكذا، والزد بار هتبقى زد 1 ال 1. طيب للواير الاولاني ده يا اولاد اللي هو الدايره دي، ادي الاوريجين اهو، عشان اوصل للسنترويد بتاعه اللي هو ده، خدوا بالكم هو مدي لك الراديوس 60. ها هتتحرك قد ايه في الاكس وبعدين قد ايه في الواي؟ ركزوا يا اولاد في الارقام وفي الاشارات وقد ايه في الزد. يلا يعني للاليمنت نمبر 1، الاليمنت نمبر 1 ها اللي هو مين؟ النص دايره يا دكتور، عايزك تقول لي اربع حاجات، اربعه يا دكتور. اه والله عايزك تقول لي الاكس والواي والزد بتوعه والال كمان طوله قد ايه. يلا يا حضرات الاكس 1، الاكس 1 بوزيتيف 16، لا الاكس 1 بوزيتيف 60. اه صح الاكس 1 ب 60 صح 60 ماشي. والواي 1 نيجاتيف 2 ار على باي صح، نيجاتيف 2 ار على باي. جدع صح. طب والزد 1 زيرو لانه موجود في الاكس واي بلين. طب والال 1 ده يا دكتور طول نص دايره باي ار. جدع يا ار هيبقى باي في 60 يا دكتور. طب كده يا اولاد عداكوا العيب. طيب بالنسبه لي الاليمنت نمبر 2 اهو، انا هشتغل هنا معلش يا اولاد اهو، الاليمنت نمبر 2 دكتور بعد اذنك. اتفضل.
اتفضل يا حبيبي. هو انا بس بصراحه مش فاهم حاجه. اهو يا حبيبي السنترويد يا حبيبي بتاع النص دايره اهو السنترويد بتاع النص دايره بيبقى على بعد من البيز مسافه انا قلتها لك من شويه 2 ار على باي. طب حلو، دلوقتي ادي الاوريجين اللي هو مدوني في المساله هنا، فانا بسال عشان اوصل للنقطه دي هتحرك كام في الاكس وبعدين كام في الواي كام في الواي وهطلع قد ايه في الزد. فانت اتحركت في الاكس الراديوس نفسه الراديوس اللي هو 60، طب وبعدين في اتجاه الواي اتحركت مسافه اللي انا قلت لك عليها من شويه 2 ار على باي، بس ليه حطيت لها نيجاتيف؟ لان البوزيتيف واي اكسس اللي تحت اهو زي ما انت شايف اهو، انت اتحركت عكس الواي اكسس فلازم تحط نيجاتيف. طب وبعدين في الزد؟ لا يا دكتور انا مش هطلع. ليه يا ابني مش هتطلع؟ يعني الزد 1 بزيرو ليه؟ لان الاوريدي الدايره كلها او النص دايره موجوده في الاكس واي بلين، فيبقى السنترويد بتاعها هو كمان موجود في الاكس واي بلين بس. طب وطوله؟ طول السلك ده يا اولاد طول نص دايره، انت عندك السيركونفرنس او المحيط بتاع الدايره 2 باي ار، يبقى النص دايره باي ار باي في 60 بس. تمام شكرا دكتور. طب تعالى يا ابني الواير الثاني ده السي 2 يا اولاد، اللي فات ده كان السي 1، دي سهله قوي. ايه يا دكتور ده ستريت واير طوله 40 بس خلاص. طب يبقى السنترويد بتاعه هينطبق برضو على محور واي، يبقى ده معناه يا دكتور ان الاكس 2 بزيرو. طب والواي 2 هتبقى نص ال 40 20. طب والزد 2 الزد 2 هتبقى بزيرو برضو يا دكتور. طب واللينث ال 2 40 40 بس. طيب بالنسبه للسلك الثالث يا اولاد اللي هو نزل لتحت ده وطوله 20، ادي السنترويد بتاعه في النص. طب النقطه دي يا اولاد عشان اتحرك لها من الاوريجن هتحرك قد ايه في الاكس والواي والزد؟ يلا عايز حد شاطر يقول لي. الاكس زيرو في الاكس والواي و40 في الواي الزد الاكس الاكس 3 هتبقى زيرو صح كده، الواي 3 40 والزد فعلا برافو عليكم بنيجاتيف 10. ما انا هنزل يا اولاد هنزل لتحت اه بس هنزل نص ال 20، يعني هو طوله 20 انا هنزل نص ال 20. طب واللينث يا اولاد؟ اللينث ال 3 هي ال 20 نفسها بس خلاص. طب بعد كده يا دكتور عوض بقى في القوانين الثلاثه بتاعتك، انا ممكن اعوض لكم في واحد بس يا اولاد، يعني ممكن اعوض لكم في قانون واحد بس اهو. يبقى الاكس بار، يلا ركزوا معايا في الارقام، هتبقى اكس 1 اكس 1 في ال 1 اهي، يبقى 60 في ال ال 1 يا اولاد اللي هي باي في 60. طب بلس الاكس 2 انا فاكر يا اولاد الارقام كانت زيرو في ال ال 2 اللي هي 40 بلس الاكس 3 زيرو في ال ال 3 اللي هي ال 20. طب ده ديفايدد باي ايه يا دكتور؟ ديفايدد باي ال 1 اللي هي 60 باي بلس ال 2 40 بلس ال ال 3 20 بس خلاص. آلة حاسبة بسيطة جدا هتحسب الإكس بار بتاعت الشكل كله. طب الواي بار، والله يا ولاد ما أنا مزعلكم بالمرة. الواي بار بتاعت الأولاني أو الواي 1 كانت نيجاتيف 2 في 60 على باي. في ال 1 60 باي. بلس الواي 2 ب 20. في ال ال 2 40. بلس الواي 3 ب 40. في ال ال 3 ب 20. كل ده يا دكتور حسين ديفايدد باي L1 60 باي بلس L2 40 بلس L3 20. طب الزد بار يا دكتور بالمره؟ حاضر اهي الزد بار هتبقى 0 زد 1 في L1 60 باي بلس زد 2 يا اولاد كانت 0 برده في L2 40 بلس زد 3 نيجاتيف 10 في 20 اللي هي ال L3. كل ده يا اولاد ديفايدد باي 60 باي بلس 40 بلس 20 بس خلاص. اوكي آلة حاسبة هتحسب لك التلاتة، تقدر تطلع الاكس بار والواي بار والزد بار. بس خد بالك انت كل ده بتلوكيت ايه؟ السنترويد؟ لا انا يا دكتور بلوكيت السنترويد وفي نفس الوقت بلوكيت السنتر اوف جرافيتي. يا دكتور هو انت بتضللنا يا دكتور؟ مش حضرتك طالب في السؤال سنترويد يا حبيبي؟ ما انا عارف ما انا فاهم، بس طالما هو ما جابش سيره الدينستي فاحنا بنعتبرها كما لو كانت يونيفورم، بعتبرها انها هوموجينيس صح ولا لا؟ يبقى في الحاله دي اكيد السنتر اوف جرافيتي منطبق على السنترويد بس. طب افرض، قول يا حبيبي اتفضل.
انا فهمت السؤال اللي فات ده، بس عندي بس حاجه صغيره مش فاهمها، يعني قول ازاي بالنسبه للنص دايره يبقى سنترويد يعني مش على الواير، لان يعني ده مش اريا يعني كده هيبقى في الهواء يعني. لو عندك دبله ولا خاتم، السنترويد بتاعه فين؟ ما هو في الهواء. سنتر صح صح هي هي معك. اوكي يا حبيبي، اي كيرفد واير، اي كيرفد واير يا حبيبي، اي كيرفد واير السنترويد مش عليه، اي كيرفد واير واير سلك منحني مش ستريت السنترويد مش هينطبق عليه على فكره. طب يا اولاد معلش بسرعه، نفس المساله هي تاني بسرعه عشان وقتنا. افرض ان انا جيت قلت لك ايه، باي اسيومينج ذات، قول يا دكتور باي اسيومينج ذات ايه، the first wire is of density rho 1 8 كيلوغرام بير مليمتر. ايه ده حضرتك، هو الدنستي بتاخدها؟ الدنستي يا اولاد عندنا في الميكانكس غير الفيزيكس، في الوايرز بناخدها بير يونت لينث، في الارياز بناخدها بير يونت اريا، في الفوليومز بناخدها بير يونت فوليوم. طب والواير الثاني الرو 2 كانت 6 كيلوغرام بير مليمتر، طب والواير الثالث is of density rho 3 4 كيلوغرام بير مليمتر. وجيت في الحاله دي قلت لك لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي جي، يا نهار ابيض. في الحاله دي يا دكتور لازم حضرتك تروح تحسب الماس بتاعت كل واحد فيهم، الام 1 هتبقى ايه؟ هتبقى الرو 1 اللي انت مداني ب 8 في ال 1، يعني كارقام هتبقى ايه يا اولاد؟ هتبقى 8 في 60 باي. طب والام 2 يا دكتور هتبقى رو 2 في ال 2، يعني بالظبط هتبقى 6 في 40. طب والام 3 يا دكتور هتبقى رو 3 في ال 3 فهتبقى 4 في 20. بعد ما تطلع الماسس دي، هو بيطالب منك في السؤال لوكيت ذا سنتر اوف جرافيتي، يبقى هتعيد من الاول بقى، يبقى الاكس بار اوف جي بقى المره دي هتبقى اكس 1 في ام 1 بلس اكس 2 في ام 2 بلس اكس 3 في ام 3 ديفايد باي ام 1 بلس ام 2 بلس ام 3. ونفس الكلام يا اولاد معلش هتتعب، هتكرره مع الواي بار وتكرره مع الزد بار، يعني المساله اختلفت كليا يا دكتور. هرجع في الحاله دي احسب الماسز واعوض بيها، اطلع الاكس بار اوف جي والواي بار اوف جي والزد بار اوف جي. خلاص نمبر 2 البلين ارياز المساحات، ايه اشهر يا اولاد الارياز اللي انت مطالب بحفظها على طول كده دكتور هتخش في الموضوع؟ طبعا اول اريا يا اولاد اللي هو الريكتانجل. طيب هحفظ ايه يا دكتور؟ بص يا سيدي، لو انت عندك ريكتانجل طوله ايه وعرضه بي، السنترويد بيبقى في النص، يعني المفروض المسافه دي يا اولاد ايه على الاثنين والمسافه دي بي على الاثنين. طب والاريا بتاعته يا دكتور بتبقى اف بي. طب السنترويد بكام يا دكتور؟ يعني الاكس بار والواي بار بكام؟ اللي هيجاوب ويقول لي ارقام هديله على دماغه. طب ليه يا دكتور ليه كده حبيبي؟ لان انا ما حددتش اوريجين، انا ما حددتش اوريجين، لما احدد الاوريجين بقول لي اكس بار واي بار بكام. طب خلاص اوكي يا دكتور، تعالى نتخيل ان الاوريجين هنا اهو، يلا لو ده الاوريجين يبقى في الحاله دي يا اولاد اهو الاكس بار والواي بار هيبقوا بكام؟ مين شاطر يقول؟ هتتحرك من هنا عشان توصل للسنترويد، هتتحرك قد ايه في الاكس وتطلع قد ايه في الواي؟ نيجاتيف ايه على نيجاتيف ايه على ايه على 2، والواي بار هتبقى بي على 2 صح ولا لا؟ طب لو الاوريجن عدل يا اولاد، لو الاوريجن هنا خلاص دي بقت سهله بتهيألي صح، هيبقى ساعتها الاكس بي على الاثنين والواي بي على الاثنين ما فيهاش كلام. وفي كل الاحوال يا اولاد الاريا ما بتتغيرش، الاريا دايما بتاعت الريكتانجل بتبقى اف بي طول في عرض. طيب الشكل الثاني يا دكتور، والله يا ابني الشكل الثاني وهو التراينجل او الرايت انجل تراينجل. الرايت انجل تراينجل اهو، لو انت عندك بلين اريا على شكل رايت انجل تراينجل، البيز بتاعه بي والهايت اتش،
بنقول بقى ان السنترويد يا اولاد او المركز الهندسي بتاع التراينجل بيبقى على بعد من البيز، من البيز ثلث الارتفاع يعني اتش على 3، وعلى بعد من الهايت البيز على 3 يعني دي بي على 3. ادي السنترويد اهو يا اولاد. طيب مين فيكم شاطر يقول لي لو ده الاوريجن، لو ده انا رسمت دي غلط معايا، او يعني لو ده الاوريجن لو دي الاكس، مين شاطر يقول لي بالنسبه للاوريجن ده الاكس بار والواي بار بتوع الترانجل هيبقوا كام واشاراتهم ايه؟ يعني حضرتك بتقول ده الاوريجن اه، وعايز تتحرك من هنا توصل للسنترويد، هتتحرك قد ايه في الاكس وتتحرك قد ايه في الواي، والاشارات مهمه. الاكس بي على 2 والواي هتبقى 3 3 بي على 3 بي على 3 والواي نيجاتيف اتش على 3. لا مش نيجاتيف اتش على 3 يا معلم، ما هو لو ده تول، لو ده تول يبقى ده تولتين يا معلم، يبقى نيجاتيف 2 اتش على 3 يا اولاد. لو انت اتحركت من البيس تولت يبقى من الفيرتكس كام يا دكتور؟ من الفيرتكس يا حبيبي هيبقى تولتين مش تولت والله. طب والاريا يا دكتور بتاعت الترانجل؟ والله يا ابني الاريا بتبقى هاف البيس في الهايت. طب معلش يا دكتور ممكن تقول الترانجل، الترانجل ده تاني؟ اقوله اه. حضرتك بتقف عند الكورنر ده وتتحرك تلت البيز وتطلع تلت الهايت، البيز اوفر 3 والهايت اوفر 3. طب تحط بعد كده الاكس بار والواي بار بتوعه بكام؟ براحتك على حسب الاوريجن هو مختاره فين. على فكرة يا أولاد هيقابلنا في مسائل ممكن بتلاقي الأوريجن مش على الشكل نفسه، يعني ممكن يبقى بعيد عن المثلث خالص في الشارع التاني أصلا. ففي الحالة دي يعني مثلا تخيلوا، تخيلوا أهو يعني لو أنا جبت لك مثلا أهو أهو أدي المسألة هي يا أولاد، طبعا أكيد ظاهر عندك أهو. لو جيت قلت لك ده الأوريجن، تخيلوا الأوريجن هنا أه بعيد في الشارع التاني خالص، والمسافة دي كام من هنا لغاية هنا؟ المسافة دي مثلا 8 ودي 6. في حاجة، في الحاجة مش واضحة يا أولاد؟ لا تمام يا دكتور. تمام. في الحالة دي يا أولاد مين يقول لي الإكس بار والواي بار يبقوا كام بالنسبة للأورجن ده؟ الإكس بار هيكون 8 زائد بي على 3. أيوة. والواي بار؟ والواي بار هيكون 6 زائد بي اتش على 3. بس كده. برافو عليك. يعني هي القصه يا دكتور انا خلاص عرفت اللوكيشن، عرفت المكان، لكن اتفضل يا حبيبي. ايوه اتفضل يا ابني. مش قادر افهم الحته بتاع الاكس بار والواي بار، لو حضرتك بتاعتها تاني معلش. حاضر. اللي هي ايه تحديدا؟ ايه السؤال تحديدا؟ ما انا مش عارف، انا مش قادر، مش قادر احدد حضرتك الاكس بار بتجيبها ازاي والواي بار من المثال مثلا بتاع الترانجل او الريكتانجل لسه حضرتك وصل. يا حبيبي السنترويد اهو على بعد من الكورنر بي على 3 واتش على 3 بس. طب تحط بعد كده الاكس بار والواي بار بكام؟ بكام على حسب انا مختار الاوريجن فين. يعني مثلا لما انا اخترت الاوريجن فوق هنا، هنا اهو، هنا في النقطه دي، فانا عشان اوصل للسنترويد ده هتحرك قد ايه في الاكس وانزل قد ايه في الواي؟ هتتحرك في الاكس نفس المسافه اللي هي بي على 3 اللي هي دي، خلاص يبقى الاكس بار بي على 3. طب والواي بار هنزل فيبقى نيجاتيف قد ايه؟ لو المسافه اللي تحت دي اتش على 3 يبقى المسافه اللي فوق اكيد تلتين بقى، يبقى 2 اتش على 3. بس ليه حطيت لها نيجاتيف يا دكتور؟ لان انا نزلت ما طلعتش. بس طيب ندخل يا اولاد على في المساحات، هم خمسه بالمناسبه، يعني اذا كانوا الوايرز كانوا 2 2 الارياز يا اولاد اكتر شويه هيبقوا خمسه، خدنا منهم 2 دلوقتي اه. طب نمبر 3 السيركل دي اسهلهم على الاطلاق يا اولاد، دايما يا دكتور السنترويد بتاع السيركل بيبقى في النص. طب والاريا بتاعتها؟ الاريا بتبقى باي ار سكوير، يعني يا دكتور لو انت قلت الراديوس بار خلاص اهو. طب لو الاوريجن هنا يا اولاد دي سهله خالص اهي، يلا مين شاطر يقول لي لو ده الاوريجن وده السنترويد يا ترى عشان تتحرك من الاوريجن تروح للسنترويد هتتحرك قد ايه في الاكس وتطلع قد ايه في الواي؟ ار و على 2 وار على 2. لا 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 ار وار، ار وار معلش ما خدتش بالي من الاوريجن بس عندي دليل ماشي ولا يهمك ولا يهمك.
يبقى الاكس بار يا اولاد والواي بار هنا لو الاوريجن الدكتور اختارته. طب افرض يا اولادي الاوريجن اخترته عند السنتر، عارفين تردوا عليا تقولوا يا ريت يا دكتور دايما يا رب يبقى في السنتر. الحاله دي الاكس بار برافو عليك. الحاله دي الاكس بار والواي بار، لو تخيلوا اولاد لو انا اخترت الاوريجن هنا اهو، ده اللي انا بقوله. في الحاله دي يا دكتور الاكس بار هتبقى بزيرو والواي بار بزيرو، الاوريجن منطبق على السنترويد. طب معلش يا دكتور انت قلت الاريا تاني الاريا بتاعت السيركل كام؟ باي ار سكوير، باي ار سكوير. طيب قول يا حبيبي السنتر كان كده على اكس بار واي بار، عشان قول ايه، قول كده يا حبيبي الاكس بار واي بار ليه بزيرو؟ هو يا حبيبي لو انا اخترت الاوريجن عند السنتر هيبقى السنترويد منطبق عليه، موجود عليه، فانت هتتحرك له في الاكس او في الواي؟ لا مش هتحرك يا دكتور، خلاص ما هو السنترويد منطبق على الاوريجن، يبقى الاكس بار بزيرو والواي بار بزيرو. طب لو هو مش على الاوريجن هيبقى الاكس بار والواي بار بكام؟ هيبقى بار. برافو عليك. تمام. اقفل المايك يا ابني، ما اعرفش انت ايه الصوت اللي عندك ده. طب يا اولاد الشكل الرابع يا دكتور الاليمنت نمبر 4 اللي هو السيمي سيركل، السيمي سيركل ايه ده يا دكتور؟ مش السيمي سيركل دي انت اديتها لنا في اول المحاضره؟ اقول لك لا يا حبيبي، السيمي سيركل اللي انا اديتها لك في اول المحاضره دي كانت السيمي سيركولر واير واير، لكن المره دي لا انا بدي لك سيمي سيركولر بليت، بليت اهو ده بليت اهو، والرادياس بتاعه برضو ار. فين السنترويد يا دكتور؟ اهو في حالة يا أولاد السيمي سيركل. أيوة يا دكتور السنترويد بيبقى على بعد من البيز 4 R على 3 باي. نعم يا دكتور. والله السنترويد بيبقى على بعد من البيز 4 R على 3 باي. طب كلامك على دماغنا يا دكتور. أوكي. طب والإريا بتاعتها؟ الإريا بتبقى باي R سكويرد على الاثنين. دكتور بالراحة علينا والنبي بالراحة، حضرتك هناك في اول المحاضره من نص ساعه قلت لنا السيمي سيركولر واير كانت كام؟ كانت 2 ار على باي من البيز. طب والبليت السيمي سيركولر بليت؟ لا بقت 4 ار على 3 باي، 4 ار على 3 باي. طيب تمام يا دكتور الكلام ده احفظه. ايوه. طيب الاكس بار والواي بار بكام؟ والله يا ابني على حسب هو هيجيب لك الاوريجن فين في المساله. يعني مثلا يلا على سبيل المثال هديكوا حاله سهله اهي، سهل. يلا لو اخترت الاوريجن هنا يا اولاد، ده الاكس وده الواي وده الاوريجن. عايز حد شاطر يقول لي بالنسبه للاوريجن ده عايز حد شاطر يقول لي الاكس بار هتبقى بكام والواي بار بكام في الحاله دي؟ الاكس بار بار والواي بار فور ار على 3 باي. جدع صح، 4 ار اوفر 3 باي. ده ايه يا دكتور دي سهله خالص. ايوه اتحركت ار في الاكس وطلعت في الواي 4 ار على باي بس. طب لو الاوريجن هنا دي رخمه، انا عارف دي رخمه قوي، اللي هيعرفها والله يبقى برافو عليه. مين شاطر يقول لي الاوريجن هنا اهو دي، لو الاوريجن هنا الاكس بار تبقى بكام والواي بار بكام؟ ركزوا. اكس بار ب 0 والواي بار هتبقى ب 1 على 3 ار ماينس 1 على 3 ار على باي، هتبقى ماينس افتح قوس الار كلها ماينس 4 ار على 3 باي. لا بالراحه دكتور علينا بالراحه. هو حضرتك ليه حاطط ماينس؟ لان انا نزلت لتحت فيبقى ماينس. طب المسافه دي قد ايه يا اولاد؟ دي هتبقى الار كلها، الار كلها ماينس الحته دي، يبقى ار ماينس 4 ار على 3 باي. طب دكتور هي ليه الاكس بزيرو؟ ليه الاكس مش بار يا حبيب قلبي؟ ادي الاوريجن اهو، ادي الاوريجن وادي السنترويد. انت بالله عليك عشان تتحرك من الاوريجن للسنترويد هل اتحركت يمين او شمال ولا نزلت بس؟ رد عليا، عشان تتحرك من الاوريجن تروح للسنترويد ها نزلت بس اتحركت يمين او شمال؟ لا نزلت بس. خلاص يبقى الاكس بار بزيرو، ما انا ما اتحركتش حاجه في الاكس. تمام شكرا. يلا يا اولاد اوكي. طب اخر شكل معانا في الارياز يا اولاد، قول يا دكتور اخر شكل معانا اللي هو الاليمنت نمبر 5 والاخير الكوارتر سيركل. الكوارتر سيركل، الكوارتر سيركل
اهو لو انا اديت لك بليت على شكل ربع دايره ادي اكس وادي واي اهو والراديوس بتاعه ار فين السنترويد يا دكتور السنترويد يا ابني بيبقى على بعد من الكورنر اهو هنا على بعد على 3 باي 4 ار على 3 باي في الاكس و4 ار على 3 باي في الواي او العكس يعني ماشي طب يا دكتور طب والاريا بتاعه الربع دايره بتبقى باي ار سكويرد على 4 يعني حضرتك بتتحرك من الكورنر ده 4 ار على 3 باي و4 ار على... بالظبط كده قوي. طيب خلاص تمام يا دكتور عداك العيد الاشكال دي نحفظها طب هي لسه يا دكتور ما سبتتش معانا قوي طب حبيبي ما انت كده كده هنزل لك المحاضره ما تقلقش وبعدين واحنا بنحل هنفتكر مع بعض يلا اولاد ادي اول مساله معانا دي الاولى يا دكتور ايوه دي اول مساله اهي ده ايه دي يا دكتور دي اقول لكم الشكل ده يا اولاد اهو عباره عن مش عارف مش هقول عباره عن ايه بس بالعكس انا هزود عليه حاجه بعد اذن حضراتكم يعني حضرتك هتزود عليه كمان هزود عليه اهو اهو يا اولاد معلش استحملوا بس استنوني دقيقه واحده اهو انا مش عارف اظبطها ليه في ايه يعني يا دكتور الشكل اللي انت مديهولنا يا دكتور حسين مش هيبقى الشكل الجيفن لا 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 انا زودت لك عليه كمان نص دايره نص دايره يا دكتور ايوه نص دايره الراديوس بتاعها اهو هقول لك عليه هيبقى 5 حضرتك عايز ايه بقى للشكل اللي قدامكم ده يا اولاد اهو لوكيت ذا سنترويد طيب حضرتك الشكل اللي قدامي ده لو انا حبيت اقسمه لايه يا اولاد طبعا انتوا هتفكروا في تقسيمات كتيره بس احسن تقسيمه انا ممكن ادخل اكمل الشكل من فوق وبعد كده انقص برافو عليك اهو اهو جدع يا ابني صح بص يا اولاد انا لو كملت الشكل ده كده وده كده هيطلع عندي ايه هيطلع عندي يا دكتور ريكتانجل كبير ريكتانجل كبير اللي هو ايه 10 في 6 ريكتانجل 10 في 6 ده نمبر 1 طب بلس سيمي سيركل اللي تحت اللي حضرتك اضفتها يا دكتور صح اللي هي الراديوس بتاعها 5 دي هتبقى الاليمنت نمبر 2 اشيل منها كوارتر سيركل اللي الراديوس بتاعها 3 طب ودي هتبقى الاليمنت نمبر 3 ماينس الترينجل اللي هو ابعاده ايه يا اولاد الطول ده على فكره الراديوس ده 3 فيبقى الطول ده كمان برضو 3 فيبقى الترينجل يا اولاد 3 في 3 طب وده هيبقى الاليمنت نمبر 4 حلو قوي يا دكتور يبقى باللي حضرتك اديته لنا ده الاريا اللي قدامي دي هتعامل معاها لانها مجموعه مكونه من اربع اشكال العلاقه ما بينهم ايه هتبقى الاولاني بلس الثاني ماينس الثالث ماينس الرابع طب المساله دي في السبيس ولا في ال2 دي في البلين لا في البلين في 2 دي
فيبقى السنترويد يا دكتور عبارة عن اكس بار واي بار فقط، مفيش زد بار. طب القانون يا ابني بتاع الاكس بار على حسب الترتيبة اللي فوق. حاضر يا دكتور، هيبقى الاكس بار هتبقى اكس 1. استنى حضرتك شغال سنترويد، اوعى تنسى. اه يبقى هتشتغل بايه مش بام. يبقى اكس 1 اي 1 بلس اكس 2 اي 2 بلس اكس 3 اي 3. لا انا اسف انا غلطت، لا 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 مش بلس، مش بلس خالص خالص خالص، ماينس. يا ماينس، برافو عليك. يبقى ماينس اكس 3 اي 3 ماينس اكس 4 اي 4 ديفايدد A1 plus A2 minus A3 minus A4. طيب يلا يا أولاد الواي بار خلاص بقى يا دكتور، ما تتعبش نفسك يا دكتور. الواي بار هتبقى بنفس الطريقة، بس هتشيل كل X وتكتب Y، بس بنفس الترتيب بنفس الإشارات بالظبط، بس هتشيل كل X وتحط مكانها Y. يلا يا أولاد اللي حابب يشتغل معنا، أوكي اللي عايز منا جاوب هجاوب. للإليمنت نمبر 1 اللي هو مين يا دكتور؟ الريكتانجل العشرة في ستة. الريكتانجل العشرة في ستة عايز ثلاث حاجات، الـ X1 والـ Y1 والـ Area 1. هو فين الأوريجين يا دكتور؟ أهو يا أولادي الأوريجين أهو، والله أهو الأوريجين أهو. خلاص حضرتك هتتحرك نص العشرة وتطلع نص الستة، ما هو ريكتانجل يبقى السنترويد بتاعه في النص أهو. يبقى نص العشرة خمسة، يبقى 5 و3، 5 في الاكس و3 في الواي. طب والاريا هتبقى 10 في 6 ب 60. طيب الاليمنت نمبر 2 دي يا دكتور اللي هي السيمي سيركل اللي حضرتك اضفتها. اه يلا الاكس 2 من الاوريجين حضرتك هتطلع هتتحرك في الاكس ناحيه اليمين، الراديوس يبقى 5 5. طب والواي حضرتك هتنزل نيجاتيف 4 ار على 3 باي، نيجاتيف 4 في الار اللي هي 5 على 3 باي. جدع يا ابني. طيب والاريا 2، والله يا دكتور دي اريا بتاعت سيمي سيركل، اريا بتاعت نص دايره، فهتبقى باي ار سكوير على 2. دي مش دايره يا اولاد، ها مش سيركل والله، دي سيمي سيركل، سيمي سيركل. تمام تمام يا دكتور، يبقى باي ار سكويرد على 2. طيب يا دكتور بالنسبه للاليمنت نمبر 3 اللي هو مين بقى؟ الكوارتر سيركل. اه صح يا دكتور، دي بقى فيها لعب يا اولاد. طيب عشان اللعب اللي فيها معلش يا اولاد هضطر انزل الرسم تاني قدامكم، يعني الشكلين دول بس يا اولاد هنشتغل عليهم تاني. ها حتى هصغرها اهو 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 اهو، اخليها بس قدامنا كده واحنا شغالين. يلا اولاد يلا، عايز حد يقول لي هنا الاليمنت نمبر 3 ده اللي هو مين يا دكتور؟ الكوارتر سيركل دي. بص يا دكتور، هو انت المفروض لو قلنا ان ده السنترويد نمبر 3 فحضرتك المفروض بتتحرك هنا 4 في 3 على 3 باي، وبتتحرك برضو هنا نفس الكلام 4 في 3 على 3 باي. ده منين؟ من الكورنر صح، لكن الاوريجين هنا يا اولاد، الاوريجين هنا. فحضرتك عشان تتحرك في الاكس تتحرك كام؟ كل المسافه دي كام؟ وتطلع في الواي كل المسافه دي كام؟ لان انت مش هقول له الاكس 10 ناقص 4 على 3 باي، هتبقى 10 ماينس 4 في 3 على 3 باي. طبعا هو الناس كتير هتقول لي يا دكتور حسين ما تكنسل الثلاثة مع الثلاثة، ماشي يعني افرض أستنى بس بكتبها كده ليه، لان ممكن في مسائل تانية تلاقي الريديوس مش ثلاثة، لكن ما علينا. يبقى الاكس يا اولاد اهو اهو، هو وقف عند الكورنر وتحرك اللي هو حافظه 4 ار على 3 باي و4 ار على 3 باي، وكده عداك العيب فعلا فعلا. بس المشكله فين؟ ان الاوريجين هنا يا دكتور، فانت عشان توصل للنقطه دي من الاوريجين ده هتتحرك في الاكس ال10 كلها ماينس المسافه اللي انت قلت عليها. طب وبنفس المنطق الواي هتطلع قد ايه؟ المسافه دي 3 4 3 على 3 باي، بس كده 4 3 على 3 باي. اما الاريا 3 بقى دي سهله يا دكتور، دي اريا بتاعت ربع دايره، هتبقى باي في 3 سكويرد على ال 4. طيب بنفس المنطق لو انا بتكلم يا اولاد على التراينجل اهو، ده
اهو. والله يا دكتور انت كنت قلت لنا بقف عند الكورنر ده واتحرك اهو سي 4، هتحرك تلت القاعده وتلت الارتفاع، يبقى تخيلوا المسافه دي كام؟ واحد. طب والمسافه دي تخيلوا برضو واحد اهو، تلت الثلاثه واحد وتلت الثلاثه واحد، تمام يا دكتور. لكن المشكله ان انت بتقيس من الاوريجن اللي تحت ده، فده معناه ان حضرتك بتقيس من الاوريجن، يعني محتاج تعرف اهو عشان توصل للنقطه دي هتتحرك قد ايه في الاكس وتطلع قد ايه في الواي. هو ده الاكس واحد والواي بخمسه، صح كده؟ الاليمنت نمبر 4 يا دكتور هيبقى الاكس 4 ب 1، الواي 4 ب 5، اما الاريا 4 اللي هي الاريا بتاعت الترينجل هتبقى هاف البيز في الهايت، هاف البيز في الهايت بس. سهله يا دكتور، ما فيهاش حاجه خالص، زي الفل. طب معاك يا ابني المعلومات كلها؟ اه. كل اللي باقي منك شويه تركيز بس، تركيز في الاشارات وفي الحسابات، تمام يا اولاد؟ روح عوض في القانونين، مش قانون واحد، القانون بتاع الاكس بار والقانون بتاع الواي بار، هتقدر تلوكيت السنترويد بتاع الاريا كلها. طيب مين فيكم شاطر يقول لي لو طلعت يا اولاد في الرسمه اللي فوق، الرسمه اللي انا كنت مزود عليها النص دايره دي، يا فين؟ افرضوا يا اولاد ان جبت لكم نفس المساله دي، هي 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 بالظبط. قلت لك ايه؟ ان الابر بارت، الابر بارت الجزء اللي فوق كله ايز اوف دينستي رو 1، رو 1 10 كيلوغرام بير متر سكوير. طب واللور بارت ايز اوف دينستي رو 2 8 كيلوغرام بير متر سكوير. وقلت لك لوكيت ذا سنترويد برضو، هشتغل بالام، هستبدل الاريا بال، هستبدلها بالام. لا اضحك عليك، شربتوا المقلب يا معلمين. شربت السنترويد زي ما يا دكتور. لو انت غيرت الديرستي وطلبت سنترويد ولا اكن حاجه اتغيرت، خلاص هشتغل المساله برضو ان تيرمز اوف ايه. لكن الكلام يبدا امتى بقى؟ لو حضرتك غيرت الدينستي زي ما انت بتقول كده، بس كان السؤال لوكيت ذا سنترويد، لوكيت ذا سنترويد. اه في الحاله دي بقى دكتور يبقى انا لازم احسب، احسب الاريا، الاريا ام سوري، لازم احسب الماس، الماس بتاعت كل اليمنت من الاربعه. طيب هو الثلاثه اللي فوق يا اولاد، الثلاثه اللي فوق اللي هم مين؟ اللي هم واحد وثلاثه واربعه، هيبقوا يا دكتور اوف ذا سيم دينستي. طب والجزء اللي تحت اللي هو اتنين هيبقى تبع الدينستي الثانيه. طب يعني هو لو قال ايه استخدم الماس ولو قال ايه استخدم الاريا، معلش تاني. حاضر، لو كان السؤال قال لك لوكيت ذا سنترويد، خلاص ما هو السنترويد ملوش دعوه بتغير الدينستي، يبقى في الحاله دي هتشتغلها برضو ان تيرمز اوف ايه، ولا يعني هتشتغلها زي ما احنا اشتغلناها بالظبط، مفيش تغيير. لو قال لك لوكيت ذا سنترويد، المركز الهندسي ملوش علاقه بالدينستي. لكن لو قال لك لوكيت ذا سنتر اوف ماس والدينستي متغيره زي ما انت شايف كده، لا يبقى هتشتغلها ان تيرمز اوف ام. طب في الحاله دي يا اولاد، ها قول يا دكتور، في الحاله دي الماسز هتبقى ايه بقى؟ تعالوا نحسبها كده على مهلنا تحت. الجزء اللي فوق الدينستي بتاعته 10، ها ركزوا في الارقام، والجزء اللي تحت الدينستي بتاعته 8، ركزوا معايا، هيبقى الماس بتاعت الاولاني يا اولاد هتبقى رو 1 في الاريا 1، تخيلوا. اه طب الرو 1 ب 10 في الاريا 1 اللي هي 60 اللي هي ال 10 في 6. طب والماس بتاعت الثاني اللي هي السيمي سيركل اللي تحت هتبقى رو 2 في الاريا 2، فتبقى 8 في الاريا بتاعته اللي هي باي في 5 سكويرد على 2. طب ركزوا بقى في اللي جاي، ها الام 3، الام 3 يا اولاد اللي هي كتله الربع دايره، هي للاسف تبع اللي فوق، فهتبقى رو 1 برضه دخله. اه برافو عليك، هيبقى رو 1 في الاي 3، فيبقى 10 في الاريا بتاعتها هي اللي هي باي ار سكويرد اوفر 4. طب والام 4 برضه تبع الجزء اللي فوق، هتبقى رو 1 في الاريا 4، فهتبقى برضو 10 في هاف البيز في الهايت. طب يا دكتور اوكي، بعد ما طلعت حضرتك
الماسز بعد ما حضرتك طلعت الماسز ساعتها بقى هتقول ايه؟ هيبقى الاكس بار اوف جي هتبقى اكس 1 ام 1 حركة تشتغل بالام اه بلس اكس 2 ام 2 ماينس اكس 3 ام 3 ماينس اكس 4 ام 4 ديفايدد ام 1 بلس ام 2 ماينس ام 3 ماينس ام 4. طب والواي بار اوف جي نفس الكلام يا حضرات، هو هو نفس القانون بالظبط هتعيده بس هتستبدل كل x بكل y، يعني هتكتب y1 m وهكذا. طب واحد شاطر يا اولاد رغم ان هو السؤال مجاوب نفسه هيقول لي يا دكتور حسين طب قيم x وال-y اللي انت جبتها من الاول هل بتتغير؟ لا يا حبيبي، ما كل شكل يا اولاد كل شكل على حده الدنست بتاعته هو نفسه هو نفسه كونستانت، لكن لما تحط في وسط الجروب يعني في وسط بقيه الاشكال كل واحد بدينستي مختلفه فبقت المساله ازهول فاريبل دينستي. يعني حضرتك تقصد ايه؟ ان انت في الحالتين بتشتغل بنفس قيم اكس وواي ما بتغيرش، يعني اكس 1 هي هي في الحالتين واي 1 هي هي في الحالتين، لكن اللي بيتغير يا اولاد الاكس بار والواي بار بتوع الشكل كله، الاكس بار والواي بار للسنترويد غير الاكس بار والواي بار بتوع السنتر اوف ماس او السنتر اوف جرافيتي. يلا اولاد ده يا دكتور المساله دي عادي مساله زي بقيه المسائل، ايه المطلوب هنا؟ برضو بيقول لك لوكيت ذا سنترويد. هيجي السؤال الاولاني يا اولاد، المساله دي يا دكتور حسين موجوده في 2 دي صح؟ اه، يبقى السنترويد ده دكتور هيبقى عباره عن اكس بار واي بار مفيش زد. طب ايه رايكم نقسمها لايه دي بقى يا اولاد؟ براحتكم قولوا لي. تريانجل ريكتانجل تعملها الدائره والمثلث تريانجل وسمي سيركل كم شكل. هو مش هيبقى ريكتانجل، هو هيبقى سكوير يا اولاد. يعني لو انا قسمت خدت الخط ده كده هيبقى الشكل ده دكتور رقم واحد اللي هو ايه سكوير، هيبقى سكوير 3 في 3 ماشي. يبقى الشكل الاولاني عباره عن ايه؟ سكوير 3 في 3 وهضيف عليه ايه؟ هضيف عليه ترانجل برضو 3 في 3 وهضيف عليه كمان يا اولاد سيمي سيركل اللي هي اللي بره دي نص دايره اللي الراديوس بتاعها كام يا دكتور؟ 1.5. وبعدين هشيل منهم دايره الدايره اللي الراديوس بتاعها بواحد. يبقى دكتور معلش كلنا كده حركه اقسمها ايه؟ نمبر 1 سكوير 3 في 3 زائد بلس 2 ترينجل برضو 3 في 3 بلس لسه بلس 3 سيمي سيركل الراديوس بتاعها 1.5 ماينس بقى 4 اللي هي السيركل اللي الراديوس بتاعها بواحد. فحضرتك لو عايز تكتب القانون بتاعك بتاع الاكس بار والواي بار اهو هيبقى الاكس بار يا دكتور والواي بار على حسب الترتيب اللي حضرتك قلته اهو، هيبقى الاكس بار يا حضرات عباره عن اكس 1 اي 1 بلس اكس 2 اي 2 بلس اكس 3 اي 3 ماينس اكس 4 اي 4. المايك يا شباب المايك والله العظيم يا أولادي يعني ناس بتهرج وحياة ربنا والله العظيم ناس بتهرج. A1 plus A2 plus A3 minus A4 والواي بار يا دكتور نفس الكلام. طيب يلا أولاد بالنسبة لي الإلمنت نمبر 1 اللي هو السكوير
والله يا دكتور ادي السي 1 بتاعه في منتهى البساطه. حضرتك لو ده الاوريجن هتتحرك نص الثلاثه وتطلع برده نص الثلاثه. يعني حضرتك عايز تقول ايه؟ اهو الاكس 1 يا اولاد اهي الاكس 1 يبقى 1.5 والواي 1 برده 1.5. طب والاريا بتاعت السكوير هتبقى 3 في 3. طيب بالنسبه للتراينجل يا اولاد اهو السي 2 هتحرك من الكورنر ده من الكورنر ده تلت البيز يبقى تلت الثلاثة واحد واطلع تلت الارتفاع اللي هو برضو تلت الثلاثة واحد. بس المشكلة ان الاورجين هنا مش هنا الاورجين هنا ولا فهتتحرك قد ايه في الاكس كل المسافة دي هيبقى الثلاثة بلس واحد يبقى الاكس 2 هتطلع بفور. برافو عليك. طب والواي 2 هي هي الواحد 1. طب والاريا 2 نص البيز في الهايت تطلع 3.5 او 4.5 اسف 4.5. طيب لو رحت يا اولاد للاكس 3 اللي هي ايه بقى اللي هي السيمي سيركل مش كده؟ تعالوا تعالوا بدل ما اطلع لا تعالوا نحط الرسمه تاني اهي قدامكم ونشتغل عليها اهي. لو قلنا دي اهو يا اولاد اهو الشكل ده يلا مين شاطر يقول لي هنا لو انا عايز اجيب الاكس 3 والواي 3 بتوع النص دايره ها حضرتك المفروض بتتحرك من هنا لغايه السنترويد بتاعها 4 ار 4 ار على 3 باي صح. طب ما الاوريجين هنا يبقى السؤال يا اولاد للنص دايره الاكس بزيرو لا ليه زيرو ليه انا بتكلم على السيمي سيركل السيمي سيركل مش السيركل ركز يا ابني السيمي سيركل انت هتتحرك من البيز من البيز مسافه تساوي 4 ار على 3 باي فانت عشان توصل للنقطه دي النقطه دي السنترويد ده والله اللي في الجنب هطلع في الواي مسافه تساوي ار وبعدين اتحرك في الاكس ناحيه الشمال 4 ار على 3 باي يبقى الاكس 3 بكام بقى الاكس 3 تخيل هتبقى نيجاتيف 4 في 1.5 over 3 باي نيجاتيف. طب والواي 3 لا الواي 3 يا دكتور عادي جدا 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 هتبقى بالبوزيتيف عادي 1.5. طب والاريا بتاعتها هتبقى اريا بتاعت نص دايره بتاعت سيمي سيركل هتبقى باي في الراديوس سكوير over 2. طيب دكتور بالنسبه بقى للسيركل البيضه اللي في النص لا يا معلم السنترويد بتاعها في النص هو كمان بجد السنترويد بتاعها هو في النص في النص فانت هتتحرك من الاوريجن هطلع بس يا دكتور في الواي يعني حضرتك مش هتتحرك يمين او شمال في الدايره في الدايره الكبيره لا مش هتحرك يعني ده معناه الاكس 4 بزيرو. طب والواي 4 هطلع بس المسافه الواحد ونص اللي هي دي اللي هي الراديوس بتاع نص الدايره. طب والاريا 4 يا دكتور والله يا ابني الاريا 4 هتبقى الاريا بتاعت الدايره اللي الريديوس بتاعها ب 1 فتبقى باي في 1 سكوير بس بالنيجاتيف يا دكتور عشان دي هنشيلها يا حبيب قلبي لا حطها هنا بالبوزيتيف وابقى عوض بيها في النيجاتيف فين فين في القانون بقى في الاكس اللي هي في القانون اهو يعني ما انت لما هتحطها في القانون هتكتب ماينس الاريا 4 صح ولا لا انا بس حبيب. كل خوفي انا كل خوفي من ايه انت بتقول احطها هنا نيجاتيف فخوفي ان انت تحطها نيجاتيف وانت كاتب اوريدي القانون نيجاتيف فتقول ايه نيجاتيف بيبقى نيجاتيف في نيجاتيف يبقى بوزيتيف فاهم حاجه لا خلاص انا هكتفي احطها بالنيجاتيف جوه القانون بس معلش يا دكتور انا متاسف بس هو الاكس 4 معلش زيرو تاني ليه معلش انا اسف اهو يا حبيبي اكبرها لك قوي اهي بص يا حبيبي
بص يا ابني ادي الدايره اهي قدامك، ما اعرفش ظهرت قدامك ولا لسه يا اولاد؟ ظهرت يا دكتور. طب ادي الاوريجين اهو يا حضرات، ادي الاوريجين يا دكتور، الاوريجين اهو. وفين الدايره؟ الدايره اللي هي البيضة دي السنترويد بتاعها هو الله اهو ده، هسميه سي 4 اللي هي النقطه دي. طيب خلاص، والاوريجين تحتها. سؤالي، عشان تتحرك من الاوريجين تطلع على السي 4، هل هتتحرك يمين او شمال ولا هتطلع بس؟ لا هتطلع بس. بس خلاص، يبقى الاكس 4 ب 0. طب والواي 4؟ هطلع المسافه اللي قدامي دي اللي هو الراديوس او المسافه اللي هي الواحد ونص. طب والاريا 4 بتاعت الدايره هتبقى باي في 1 ونص. لا امسوري، بالاريا بتاعت الدايره انا لخبطت الدنيا، هتبقى باي في 1 سكوير بس. تمام جدا، شكرا حبيبي. العفو حبيبي. ماشي يا اولاد، تعالوا نخش بقى في النوع الثالث والاخير من الاجسام، الا وهو نمبر 3 السوليد، السوليد بوديز، او في قول اخر الفوليومز. طيب ايه يا دكتور اشهر الفوليومز اللي حضرتك هتديها لنا؟ اول شكل معانا يا اولاد نص الكوره، السوليد هيمسفير. ايه الاخبار يا دكتور؟ دي اسمها هيمسفير. هيمي سفير بالبلدي كده يا اولاد نص كوره. يقول لك لو انت عندك نص كوره الراديوس بتاعها، الراديوس بتاعها ار، السنترويد بتاعها يا اولاد بيبقى ات ديستانس فروم ذا بيز، ات ديستانس فروم ذا بيز 3 على 8 الراديوس. واكيد يا دكتور هيبقى على بعد من الفيرتكس بتاعتها اكيد، يعني 5 على 8 الراديوس. ما هي لو المسافة دي 3 على 8 من البيز يبقى أكيد أكيد هتبقى من الفيرتكس 5 على 8. حضرتك الكلام ده أنا كستيودنت أحفظه. معلش ممكن تقولها تاني؟ السنترويد يا أولاد بتاع النص الكورة بيبقى على بعد من البيز بتاعتها 3 على 8 الراديوس. طب والفوليوم يا دكتور بتاعها؟ والله يا ابني لو الفوليوم بتاع الكورة كاملة 4 على 3 باي آر كيوب يبقى أكيد نص الكورة هتبقى 2 على 3 باي آر كيوب. خلاص يا اولاد، يبقى تحفظ ايه؟ احفظ يا دكتور ان السنترويد بتاع النص كوره بيبقى على بعد من البيز 3 على 8 ار. طب ايه تاني؟ الشكل التاني السوليد كون، السوليد كون اللي هو المخروط. ماشي اوكي، السوليد كون او المخروط يا دكتور اهو. لو انا عندي يا اولاد اهو سوليد كون، البيز بتاعته R والهايت بتاعه H، يا ترى السنترويد بيبقى فين يا أولاد؟ السنترويد بيبقى على بعد من البيز الهايت over 4 وعلى بعد من الفيرتكس 3 على 4 الهايت. لكن لو انت بتقيس من البيز، من البيز السنترويد يا أولاد at a distance from the base ربع الهايت. طيب والفوليوم يا دكتور بتاعه بيبقى 1 على 3 البيز اريا، البيز اريا اللي هي دايره تحت يبقى باي ار سكويرد في الهايت. معلش يا دكتور ممكن تقولي المخروط ده تاني؟ بسرعه، السنترويد يا اولاد بتاع المخروط بيبقى موجود على بعد من الارتفاع تحت، اسف على بعد من القاع من البيز الهايت اوفر 4. طب لو بقيس من الفيرتكس يا دكتور خلاص يا ابني هيبقى 3 على 4 الهايت. طب وبالنسبة للفوليوم بتاعه بيبقى 1 over 3 باي R squared في الH. طب آخر شكل يا أولاد وأسهلهم على الإطلاق اللي هو السيلندر. والله لو أنت عندك سيلندر سيمتريك يعني متماثلة أهي، وقلنا ان البيز راديوس بتاعها ار والهايت اتش، دايما يا اولاد السنترويد بتاع السيلندر بيبقى في النص بالظبط. السنترويد بيبقى ات ديستانس فروم ذا بيز الهايت اوفر 2. طب والفوليوم يا دكتور؟
بيبقى البيز اريا عادي خالص باي ار سكويرد في اتش باي ار سكويرد في اتش بس سهله سهله مفيش حاجه يعني دول الثلاث اشكال بس يا دكتور اللي انت هتجيبهم لي في السوليد باديز اه مفيش غيرهم يلا اولاد اول مساله معانا ده ايه ده يا دكتور سوليد بادي تعالوا نشرحه الاول يا اولاد سوليد بادي عباره عن ايه عباره عن تحت يا اولاد في نص كوره نص كوره الراديوس بتاعها 50 اهو ده ماشي يا دكتور وبعدين اضفت لها فوق مش مخروط يا اولاد لا لا مخروط بس مخروط ناقص يعني ما كملتوش للاخر انت ما كملتوش للاخر لا 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 انت شايل منه جزء طب خلاص اوكي يا دكتور مخروط ناقص طب وبعدين شلت منه يمكن الرسمه مش موضحه يا اولاد لكن فعلا ريموفد منه اللي هي الاسطوانه دي اللي هي ارتفاعها 100 ملي ارتفاعها 100 ملي والراديوس بتاعها يا اولاد اللي هو الصغير اللي هو ال 25 طيب المخروط الناقص ده يا دكتور حسين احنا ما خدناهوش يعني احنا ما خدناش المخروط الناقص طب هو انت عايز ايه بيقول لك لوكيت ذا سنترويد لوكيت ذا سنترويد ونمبر 2 يا اولاد نمبر 2 اذا كان اللور بارت اللور بارت از اوف دينستي هنسميها ايه بقى ثواني كده يا اولاد ثواني يا حبيبي حاضر ثواني نسميها بص يا معلم ثواني حاضر يا حبيبي والله انا معاك اهو حاضر ثواني ادوني بس ثانيه واحده يا اولاد نسميها لمبه لا نسميها احمد احسن اصبر يا ابني يا ابني اصبر حاضر اصبر طيب دي يا اولاد هنديها رمز رو 1 طب والجزء اللي فوق كله هيبقى اوف دينستي رو 2 طب الرو 1 دي يا اولاد دي 4000 كيلوغرام بير متر كيوب طب والجزء اللي فوق يا اولاد اللي هو المخروط الناقص ده اللي شلت منه الاسطوانه هيبقى اوف دينستي رو 2 8000 كيلوغرام بير متر كيوب طيب حضرتك عايز بقى في المساله دي للسوليد بادي ده مساله واضح انها تقيله يا اولاد ما شاء الله حضرتك عايز الاول تلوكيت السنترويد اه وبرده في نفس الوقت عايزك تلوكيت الجي الاثنين يا دكتور اه طيب خلاص اوكي دي مساله سوليد بادز يا دكتور صح صح لو انا هشتغل سنترويد يبقى هشتغل المساله ان تيرمز اوف في يعني هشتغل المساله كلها بالفوليومز طب ولما اجي اعمل لوكيشن للسنتر اوف جرافيتي جي هشتغل المساله كلها ان تيرمز اوف ام طب يبقى بس السؤال يا اولاد يبقى السؤال يا دكتور هو ده الاوريجن اه الاوريجن هنا اهو يعني النص كوره يا اولاد خدوا بالكم عشان الاشارات النص كوره هتكون موجوده تحت الاوريجن مش فوق طب زي الفل يبقى بس السؤال الثاني والاخير الشكل اللي قدامك ده هتقسمه لايه يا ابني طيب بص يا دكتور حضرتك انت مديني الجزء اللي فوق الجزء اللي فوق مخروط ناقص صح ولا لا فانا هضطر انا كستيودنت اكمله بمعنى ايه يا دكتور مش فاهمين يعني انا يا اولاد هسمي النص كره اللي تحت 1 طب الحمد لله دي ما فيهاش كلام يبقى النص كره اللي تحت ده 1 وبعدين هكمل يا دكتور المخروط اللي فوق ده اهو هكمله وهتعامل معاه على انه ايه تخيلوا الشكل كله هتعامل معاه يا دكتور على انه سوليد كون كبير ارتفاعه هيبقى ايه هيبقى 100 بلس الحته اللي انا اضفتها دي اللي هي اتش هحسبها لك طب والبيز بتاعته هتبقى هي نفسها البيز بتاعه النص كوره اللي هي ال 50 بالراحه علينا يا دكتور انت دلوقتي قلت الشكل هتقسمه نص كوره اه وهتضيف عليها مخروط كبير
ارتفاعه 100 بلس اتش والبيز ريديوس بتاعه 50. وبعدين هشيل منه بقى هشيل منه المخروط اللي فوق اللي انا اضفته. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني حضرتك بتضيفه عشان تشيله؟ ايوه. ما هو انا ضفته عشان اقدر اتعامل مع المخروط الناقص يا اولاد، على انه شكلين انا اعرفهم. انا ما اعرفش المخروط الناقص لكن اعرف المخروط الكامل، فاضطريت يا اولاد اكمله اهو 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 اهو. فبعدين اتعاملت مع الشكل على انه مخروط كبير، هشيل منه مخروط صغير. طب المخروط الصغير يا اولاد او السوليد كون الصغير هيبقى ايه معلوماته؟ هيبقى الهايت بتاعه اتش اللي انا لسه ما جبتوش انا بعترف، والبيز ريديوس بتاعه الصغير اللي هو هيبقى 25. طب وبعدين الشكل الرابع والاخير هشيل اسطوانه، هشيلها خالص، هي ريموفد على فكره يا اولاد، يعني هي في معلومات المساله ريموفد متشاله. والمعلوماتها الهايت بتاعها 100 والبيز ريديوس بتاعها 25. طب خلاص اوكي. يبقى الدكتور اهو التقسيمه السوليد بادي على حسب كلام الدكتور هيكافي الاتي: نمبر 1 هيمسفير ماشي، بلس نمبر 2 سوليد كول، ماينس نمبر 3 سمول سوليد كول، ماينس 4 اللي هي السوليد سيلندر. طيب يا دكتور اوكي عداك العيب. حد فيكم يا اولاد شاطر يساعدني معلش في المساله دي يقول لي الهايت اتش ده اجيبه ازاي؟ اللي هو الجزء اللي انا كملته الهايت اللي فوق احسبه ازاي يا اولاد؟ تماثل بين الاثنين. الله يفتح عليك. صح. لو اشتغلت بحاجه اسمها السيميلاريتي. انت عندك ايه؟ انا عندي يا دكتور مخروط صغير ومخروط كبير، ممكن انت تعتبرهم مثلث صغير فوق ومثلث كبير. فلو قلت ايه بقى؟ انس الهايت الصغير على الهايت الكبير اللي هو اتش على اتش بلس 100 هيساوي الراديوس الصغير اللي هو 25 على الراديوس الكبير اللي هو 50. لو عملت كروس ملتيبليكيشن هنا وطلعت معادله في مجهول واحد اللي هو الاتش، الاتش هتطلع ب 100. ايه ده بجد يا دكتور؟ عارفين ال 100 دي تترجمها لايه؟ قول لنا يا دكتور اترجمها لايه؟ ده معناه يا اولاد ان المخروط الكبير هيبقى ارتفاعه 100 بلس 100 يعني 200. المخروط الكبير هيبقى ارتفاعه 200. متخيلين يا حضرات؟ طب والمخروط الصغير اللي فوق يا دكتور هيبقى ارتفاعه 100 بس اللي هي الاتش اللي انت جبتها. طيب زي الفل يا دكتور اوكي. خدوا بالكم يا اولاد من حاجه هنا. ايه يا دكتور؟ المساله دي كلها او السوليد بادي سيمتريك اباوت الزد اكسس. نعم يا دكتور بتقول ايه؟ المساله كلها سيمتريك اباوت الزد. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو انت بتتكلم على السنترويد هتبقى 0 0 وزد بار اوف ذا سنترويد، بس مفيش اكس واي والله. طب لو بتكلم على الجي نفس الكلام يا دكتور، هتبقى 0 0 وزد بار بتاعت الجي. يعني حضرتك تقصد تقول ان انا وانا بحسب لكل جسم مش هحسب اكس ولا واي، انا بحسب زد بس. طب يلا نبدا يا اولاد. ليه الاليمنت نمبر 1؟ ركزوا بقى في الارقام. نص كوره الزد 1 بتاعتها، انا هقول يا اولاد ولو حد فيكم عنده اعتراض على اي رقم يقول لي. الزد 1 هتبقى 3 على 8 في الراديوس بتاعها اللي هو ال 50 بس بالنيجاتيف. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا دكتور بس جبت النيجاتيف منين؟ لان الاوريجين، لانها تحت الاوريجين. خلاص كده يا اولاد. طيب يا دكتور عداك العيب. طيب كمل بقى معلومات النص كوره. الفوليوم بتاعها يا دكتور هيبقى 2 على 3 باي 2 على 3 باي ار كيوب. جدع. 50 يعني هتطلع كام يا اولاد؟ هتطلع 5 على 6. 5 على 6 في 10 اس 5 باي. طب اليونت بتاعتك يا دكتور ملي متر كيوب. طيب بالنسبه للماس بقى ما احسبها بالمره اهو. الماس يا دكتور الام 1 هتبقى عباره عن الرو 1 في الفي 1. طيب هو مدي لك الرو بكام يا اولاد؟ ب 4000 تخيل. بس كيلو جرام بير متر كيوب. طب والفي ب ملي متر كيوب، فالرو هتبقى تخيلوا ايه بقى؟ هتبقى 4000 تخيلوا يا اولاد في 10 اس ناقص 9
يا نهار ابيض. اه والله في الفوليوم ده اللي هو كام؟ 5 على 6 في 10 اس 5 باي، هتطلع الماس في الاخر يا اولاد كلام فارغ كده، تطلع باي على 3، باي على 3 كيلو جرام. لا بالراحه دكتور بالراحه. هو ايه ال 10 اس ناقص 9 اللي حضرتك كتبتها دي؟ ما انت يا ابني انت لازم تحولها من كيلو جرام بير متر كيوب الى كيلو جرام بير ملي متر كيوب. طب وده ليه ان شاء الله يا دكتور بأماره ايه يا حبيبي؟ لان انت عندك الفوليوم اللي انت هتضرب فيه بالملي متر كيوب. فاهمين حاجه يا اولاد؟ انا بس عملت كده عشان اليونتس تبقى متناسقه مش اكتر. طيب يبقى حضرتك كده ايه حسبت كل معلومات، كل معلومات يا اولاد السيمي الهيمسفير النص الكوره. طيب لو انتم متخيلين المساله في دماغكم، الشكل الثاني اللي هو مين؟ السوليد كون الكبير. طب الزد 2 انا هكتب يا اولاد اهو، هيبقى ربع الهايت يا دكتور، يبقى ربع ال 200 هتساوي 50. ايه ده فعلا يا دكتور؟ ما هو الاوريجين يا اولاد موجود عند مركز المخروط الكبير. انت كل اللي هتعمله هتطلع كام بس؟ هطلع يا دكتور ربع الارتفاع. طيب الفوليوم بتاعه، الفوليوم بتاع المخروط الكبير هيبقى تولت باي ار سكويرد في الهايت اللي هو ال 200. تمام يا دكتور، هيطلع كام يا اولاد؟ هيطلع 5 على 3 5 اوفر 3 في 5. طيب اوكي هيبقى 5 اوفر 3 في 10 تو ذا باور 6 باي، في 10 تو ذا باور 6 باي مليمتر كيوب. طيب اوكي دكتور كامل برضو جميلك واحسب لنا الماس بتاعته. هيبقى الام 2 يا اولاد، انت طلعت للجزء اللي فوق يا دكتور، فالدنسيتي بتاعتك اللي هي 8000. طيب هتبقى رو 2 في الفي 2، يبقى 8000 في ال 10 تو ذا باور نيجاتيف 9. خلاص عرفتوها انتوا دي بتاعت ايه؟ في 5 على 3 في 10 اس 6 باي، هتطلع يا اولاد في الاخر 4 على 3 باي، 4 على 3 باي كيلو جرام. حضرتك كده طلعت كل طلعت كل حاجه، طلعت الزد بتاعتها والفوليوم والماس كمان. الاليمنت نمبر 3 اللي هو مين بقى؟ المخروط الصغير فوق يا دكتور، ده موجود على بعد من الاورجن 100 بالظبط كده. الزد 3 يا اولاد او الزد 3 تخيلوا بتاعت المخروط الصغير اللي في الهواء فوق هتبقى ايه؟ هطلع الاول 100 بلس ربع الارتفاع بتاعه هو اللي هو برده ال 100، فتطلع الزد 3 يا اولاد 125 ملم. معلش يا دكتور ممكن تقولها تاني؟ اقول لك، هو يا اولاد المخروط اللي فوق الصغير اللي انت اضفته هو كان فوق الاوريجين اصلا بالارتفاع بتاع الاسطوانه اللي هو ال 100. طب طلعت ال 100 وبعدين اطلع بقى ربع الارتفاع بتاعه هو نفسه، يبقى ربع ال 100 اللي هي ال 25، يبقى الزد كلها 125. طيب الفوليوم بتاعه يا اولاد ال في 3 هيبقى هاف، اسف 1 اوفر 3 البيز اريا في الهايت بتاعه اللي هو ال 100. هتطلع يا اولاد ال في 3 هتطلع 5 على 24 في 10 اس 5 باي مليمتر كيوب. طب يبقى الام 3، خدوا بالكم يا اولاد كل الباكج اللي فوق هتبقى تبع الدنسيتي 8000. ما انت اضفت وشلت من نفس من نفس الماده بتاعت الجزء اللي فوق. حاضر يا دكتور، فهتبقى رو برضو رو 2 في ال في 3 نفس الرو اللي فوق، فهتبقى 8000 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 في الفوليوم هو اللي هو 5 اوفر 24 في 10 تو ذا باور 5 في باي. هتطلع في الاخر يا اولاد كام؟ هتطلع الماس دي باي اوفر 6 كيلو جرام. كده انا حسبت الماس دي. يبقى بس يا اولاد الاسطوانه، اوكي يا دكتور، السيلندر اللي هو الاليمنت نمبر 4، الاليمنت نمبر 4 الزد 4 بكام؟ والله الاسطوانه البيز بتاعتها منطبقه تحت على الاوريجن، فانت كل اللي هتعمله هتطلع بس نص الارتفاع.
جدع هيبقى نص المية هتبقى 50 يا دكتور. طب الفوليوم بتاعها يا ابني يبقى الـ V4 يا دكتور البيز اريا باي R سكوير الهاية اللي هو 100 بس فهتطلع كام؟ هتطلع 5 على 8 تطلع 5 على 8 في باي في 10 أس 5 5 على 8 في 10 أس 5 باي ملي متر كيوب. طب الماس بقى يا اولاد ام 4 برضو السيلندر تبع الباكج اللي فوق يبقى برضو تبع الدينست اللي هي 8000 هتبقى برضو رو 2 في في 4 فهتطلع ال 8000 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 9 في ال 5 اوفر 8 باي في 10 تو ذا باور 5 هتطلع في الاخر ايه يا حضرات باي اوفر 2 هتطلع باي اوفر 2 باي اوفر 2 كيلو جرام بس خلاص اوكي. طب تبقى ايه بقى انت عايز ايه يا ابني؟ انا عايز الاول يا دكتور الوكيت السنترويد. اقول لك يا حبيبي عينيا طالما بتتكلم على سنترويد خلاص يبقى زد باور اوف ذا سنترويد هتبقى زد 1 في 1 بلس زد 2 في 2 ماينس زد 3 في 3 ماينس زد 4 في 4 كل ده ديفايدد يا اولاد باي في 1 بلس في 2 ماينس V3 ماينس V4 والله بنفس الترتيب يا اولاد بنفس الاشارات خلاص اوكي يا دكتور معاك الارقام كلها بس تيك كير يا اولاد الله يبارك لك من البوزيتيف والنيجاتيف هتعوض هتطلع النتيجه دي في الاخر بكام اقول لك زد بار اوف ذا سنترويد هتطلع 6.25 ملي متر. طيب دكتور طب لو انا بلوكيت سنتر اوف جرافيتي حاضر يا حبيبي هيبقى زد بار اوف جي هتبقى زد 1 ام 1 بلس زد 2 ام 2 ماينس زد 3 ام 3 ماينس زد 4 ام 4 ديفايدد ام 1 بلس ام 2 ماينس ام 3 ماينس ام 4 خلاص. طب تتوقع يا اولاد بالارقام اللي معانا في وجهه نظركم الناس اللي عندها سنس وبتركز السنتر اوف جرافيتي في المساله دي يا اولاد يبقى فوق السنترويد ولا تحت السنترويد؟ يعني الرقم اللي هيطلع هيبقى اكبر من 6.25 ولا اقل؟ اقل اقل. في واحد رد قال اقل مستني بقيه الردود. على حسب يا دكتور الرو. طب ماشي ما الرو معاك ما انا قلت لك الرو بتاعت اللي فوق 8000 والرو بتاعت اللي تحت 4000 باين اهو هيبقى اقل يبقى اقل بس لا يا معلم انت هو لا لا هيكبر هيكبر يا اولاد عيب عليك يا اولاد عيب عليك ده انا حتى بقول لك اوكي اللي فوق كبير يا حبيبي مش الرو اللي فوق اكبر ده معناه ان السنتر اوف جرافيتي هيترحل ناحيه الجزء اللي اتقل يبقى هيطلع لفوق مش هينزل لتحت. تاني يا اولاد تاني مش انت يا دكتور بتقول ان الجزء اللي فوق الدينست بتاعته 8000 واللي تحت 4000 يا نهار ابيض ده ضعف يا ابني انت هو انت متخيلين الفرق ده معناه يا دكتور ان السنتر اوف جرافيتي هيروح ناحيه الجزء الاتقل يبقى ده معناه ان هو يطلع وفعلا فعلا الارقام هي اللي بتقول الكلام ده انت لما هتحسب هيطلع يا اولاد الزد بار اوف جي يعني انت حتى لو ما خدتش بالك من الملحوظه دي وارقامك مظبوطه هتطلع الرقم ده يا اولاد 14.6 ملي متر خلاص. طيب اللعب يا اولاد في السوليد بادي مش هيبقى كتير على فكره يعني انا ممكن مثلا اجيب لك مساله كده اهو كده ايه رايكم لو حد يقول لي المساله دي هتبقى سهله ولا صعبه لو ممكن اجيب لك نص كوره واجي ضايف عليها اسطوانه اهو اضيف عليها اسطوانه واشيل منهم كده مخروط ايه رايك اهو
ايه رايكم ولا دي تتعامل على مين بلس مين ولا مين ماينس مين؟ ها ايه رايكم؟ هيبقى 1 السوليد هيمسفير و2 السوليد سيلندر الكون 3 الكون اللي هو الكون ماينس 1 زائد 2 ماينس 3 بس الله يبارك لكم الله يبارك لكم تذكر بس من الاشارات يعني مثلا اهو تعالى طالما كده كده دكتور حضرتك بتلعب كم من لعبه بقى ماشي هقول يا اولاد المسافه دي كام اهي هقول دي 50 ودي 100 خلاص يا اولاد واكيد البيز ريدياس هنا مش محتاجه فكاكه يعني هتبقى برضو 50 طيب يلا مين شاطر يقول لي لو ده الاوريجن اهو ده الاكس وده الواي وده الزد يلا عايز شوط ثلاث شطار كده يقول لي الزد 1 باشارتها والزد 2 والزد 3 وبلاش هبد بلاش هبد اللي يعرف يقول اللي ما يعرفش يستنى الزد 1 هتبقى نيجاتيف 3 على 8 في 50 جدع يا ابني صح طب والزد 2 بتاعت الاسطوانه سهله دي 50 50 صح الزد 3 هي اللي يعني فيها كلام هتبقى كام 3 على 4 في 100 جدع حبيبي برافو عليك 3 على 4 في 100 الله يبارك لك يا ابني صح لان المره دي يا اولاد انت الاوريجن موجود عند الفيرتكس اوف ذا كون مش عند البيز اهو الاوريجن موجود عند الفيرتكس فالسنترويد هنا ده لو سميته سي 3 هيبقى على بعد 3 على 4 الهايت اللي هو ال 100 صح تطلع 75 بس طب ممكن انا برضو العبك بايه مش لعب والله يا اولاد مش لعب انا بس عشان يبقى فيه فرايتي طب لو اخترت الاوريجن في نفس المساله دي تحت خالص تردوا عليا كلكم بصوت واحد يا دكتور ولا يهم اختار الاوريجن زي ما انت عايز طيب يلا يا اولاد معلش اتعبوا معايا شويه لو الاوريجن هنا يلا قولوا لي ساعتها بالنسبه للاوريجن ده الزد 1 هتبقى بكام والزد 2 هتبقى بكام والزد 3 هتبقى بكام نيجاتيف 50 على 8 زد 1 لا خلاص ما بقاش في نيجاتيف يا معلم كل سنه وانت طيب هنشيل النيجاتيف خلاص هو الاوريجن اتغير يعني الاوريجن بقى تحت خالص هنشيل النيجاتيف فده معناه ان السنترويد بقى هتبقى 5 على 8 هتبقى 5 على 8 في 50 في زد 1 هيبقى 5 على 8 في 50 وبالبوزيتيف اهي والله بالبوزيتيف ليه يا دكتور يا حبيبي خلاص ما هو السنترويد بتاع النص كره بقى فوق الاوريجن مش تحت احط النيجاتيف ليه بقى طب الزد 2 هتبقى 50 بتاعت النص كوره اطلع وبعدين اطلع نص ارتفاع الاسطوانه اللي هو برده 50 تاني يعني تطلع 100 طب الزد 3 بتاعت المخروط اطلع الاول الراديوس بتاع النص كوره برده 50 بلس 3 على 4 الارتفاع بتاعه اللي هو ال 100 يعني برده يا دكتور ستيل سهله يعني ستيل سهله مش صعبه بس خلاص يا اولاد يعني يا دكتور 50 بلس ال 50 بس بتاع زد 2 وزد 3 الثاني مع الرسمه مش اهو يا عينيا يا حبيبي يا سلام تؤمر اهو بص يا معلم بص يا حبيبي انت اوريدي السنترويد بتاع الاسطوانه فين يا دكتور في النص هنا اهو في النص سي 2 طب انت بتقيس من هنا من تحت فانا اكيد عارف من هنا لغايه البيز بتاعه الاسطوانه اللي هي نص المية اللي هي ال 50 وهنزل كمان الراديوس بتاع النص كوره اللي هو ال 50 يبقى 50 بلس 50 صح ولا لا ما انت خليت الاوريجن تحت بقى خالص صح ولا لا فعشان توصل لنص الاسطوانه هتعمل ايه هطلع الاول الراديوس بتاع النص كوره وبعدين اطلع نص ارتفاع الاسطوانه نفس الكلام بالنسبه للمخروط هطلع الاول الراديوس بتاع النص كوره وبعدين اطلع 3 ارباع ارتفاع المخروط شكرا يا دكتور العفو اي سؤال يا اولاد دكتور بعد اذنك سؤال بسيط بس اتفضل يا حبيبي المساله اللي فاتت كنا ليه لما بجيب الماس كنت بضرب الرو في 10 اس سالب 9 بص يا حبيبي ما هو انت عندك بص اهو انت عندك الفوليوم يساوي رقم مليمتر كيوب والرو كانت 4000 او 8000 مش فارقه كيلوغرام بير متر كيوب فاهم حاجه فانت حاجه من الاثنين يتخلي الفوليوم بالمتر كيوب يتخلي الرو بير ملي متر كيوب فاهم حاجه ايوه يا دكتور تمام بس فكنت بضرب كنت بحولها يعني بضربها في 10 اس ناقص 9 كما لو كان حولت الفوليوم من ملي متر كيوب الى متر كيوب
فانت عارف الملي متر الواحد فيه كم متر كيوب 10 اس ناقص 3. طب لما يبقى ملي متر كيوب تكعيب يبقى 10 اس ناقص 9. تمام تمام يا اولاد ماشي شكرا. العفو يا حبيبي العفو. قولوا ايه اسئله ثانيه قولوا لو في اي سؤال اتفضل. اوكي يا اولاد يلا نهاركم زي الفل ان شاء الله. نتقابل الاسبوع الجاي هتبقى المحاضره الاخيره بقى خلاص ان شاء الله عشان تستعدوا للامتحان. معلش يا دكتور ممكن استفسار بسيط بعد اذن حضرتك.